أكشن. دي أليس واللي بتبدأ القصة معاه وهي بتحارب طياراته وبتاعه، ومفروض ان الطيارات دي اصلا المفروض كانت بتحاربها على نهاية الجزء اللي فات، فمفروض انت بقى لو ما شفتش الاجزاء اللي فاتت تبقى ارجع بقى فاهم شوفها، ولو شفتها ايه نكمل مع بعض. وبتبدأ أليس تحارب الطيارات هي والناس اللي معاها، وبيبقى في ناس ابرياء كتير لسه محررينهم، وأليس بتنجح ان هي توقع طيارة منهم بس بتقع جنبها وبتنفجر، فأثر الانفجار بيخلي أليس تقع في المية، وخلال ما هي بتقع في المية بيبدأ يحصل فلاش باك، والفلاش باك هو وان حياتها زمان كانت طبيعية وقاعدة مع جوزها وبنتها، وفجأة وهي قاعدة مع جوزها وبنتها زومبي بيهجم عليهم وبيعض جوزها، بس هي بتنجح ان تاخد بنتها وتهرب، ولما بتهرب على بره بتشوف جارتها معاها عربية فبتركب معاها وبتهرب، وهم ماشيين عربية زبالة كبيرة بتخبطهم وبيعملوا حادثة، بس أليس وبنتها بيبقوا عايشين، وده ببساطة عشان المخرج عايز كده. ولما بيطلعوا من العربية بيروحوا على بيت يستخبوا فيه، ولما بيدخلوا أليس بتهدي بنتها، وفي نفس الوقت بيكون في زومبي ظهر لها وبيعضها، وبعدها بتفوق وهي ايه القشطة دي، وهي في المختبر قليل الأدب يا قليل الأدب، ويبقى في واحدة واقفة في الشباك واسمها جيل، وبتحقق مع أليس وبتقول لها ايه اللي خلاكي تنقلبي على الشركة يا بت، فأليس بتقول لها وبيغمى عليها، وبعد كده بتفوق وبتقدر ان هي تخترق جهاز الحماية بتاعهم، وبتلبس اليونيفورم وبتمتع الأحزمة وبتتكل على الله، وبعدها بشوية نظام الحماية بيشتغل تاني، وجيل بتقول لهم اقفلوا الأبواب، وبيصرخوا هما بيعملوا كده ليه، بس أليس بتكون هربت من الشركة أصلا، ولما بتطلع بره في الشارع بتلاقي ان الدنيا فاضية ومفيش حد في الشارع، فبتبقى مستغربة المنظر وبتروح على عربية بوليس وبتاخد منها سلاح، ولما بترجع تاني وبتبص حواليها بتلاقي ان الدنيا رجعت طبيعية فبتستغرب أكتر، بس بيكون في واحدة هناك بتراقبها، وبعد كده بتروح جاية متحولة لزومبي وبتعض الناس، فناس كتير بتبدأ ان هي تتحول وبيجروا ورا أليس، فبترجع الشركة تانية عشان تستخبى، بس بيكونوا كلهم جري وراها، فبتقتلهم كلهم ولسه هتاخد نفسها بتلاقي أمة لا إله إلا الله بتجري وراها، فالباب اللي في وشها بيتفتح وبتقفل على نفسها في الآخر، يعني أنا مش عارف أنا قلت إيه بس أنت فهمت أكيد يعني. المهم لما بتدخل في المكان ده بتلاقي كل الناس اللي فيه مقتولين، وهي بتحاول تفتح لوحة التحكم بتيجي واحدة من وراها بتثبتها بمسدس، وبعد كده أليس بتلف لها وبيمسكوا في بعض وبتاع، وفي الآخر أليس بتثبتها وبتقول لها بت أنا عارفاكي أنت مش يابانية، أنت من المديرين الكبار بتوع الشركة وأنت دراعي الزعيم اليمين صح؟ ولسه ما كملتش كلامها وبيظهر لهم الزعيم على الشاشة، والزعيم ده المفروض إن هو من الجزء اللي فات، فلو ما رجعتش تتفرج عليه بقى أنت لازم ترجع تتفرج عليه عشان بص الأحداث كلها إيه مربوطة ببعض فاهم، فأنت ارجع اتفرج عليه. وبعد كده الزعيم بيقول لأليس إحنا السبب في تعطيل النظام عشان أنت تخرجي، وبصراحة إحنا عايزين نتحالف مع بعض وبتاع عشان إحنا آخر بشر موجودين على الأرض، فأنت إيه كلام؟ بتقول له مش فاهمة، فبيقعد يقول لها كلام كتير أوي 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 أوي، بس بيقول لها إن أنت بقى مش هتعرفي تهربي مننا، وإن أنت مش هتعرفي تتحكمي في أي حاجة، وإن أنا بعتلك جنود دلوقتي هيجي ياخدوكي، وأنت هنا في أعماق أعماق تحت الجليد في المقر الرئيسي بتاع الشركة، فنو واي تو رن، مش هتعرفي تهربي في حتة. وبعد كده بنشوف الفريق اللي الزعيم بعته عشان ياخد أليس، وبيكون من ضمنهم زلبطة من الجزء اللي فات، وبعد كده بينزلوا بالأسانسير وكلهم بيظبطوا التايمر بتاعهم على ساعتين، وبعد كده الزعيم بيكلمهم وبيقول لهم إن الملكة الحمراء عرفت الطريقة فين من عن طريق الأقمار الصناعية، ولو حاولت تهرب هتقتلها. وبعد كده الملكة الحمراء بتظهر تحت الأليس واللي معاها وبتقول لهم سلموا نفسكم دلوقتي حالا ناو، بس هم بينفضوا لها وبيمشوا، وبيسيبوا المبنى خالص وبيمشوا، وهم بره الملكة الحمراء بتكون رصدهم بالقمر الصناعي، وبيفضلوا ماشيين شوية لحد ما بيقابلوا وحشين كده فاهم شكلهم غريب، فبيفضلوا يضربوا في بعض شوية، وفي الآخر البنات بينجحوا إن هم يخلصوا عليهم، بس الملكة الحمراء بتتعصب منهم جدا، وبتفعل النظام البيولوجي عليهم من موسكو. وبعد كده بنشوف زومبي هم ماسكين أسلحة كتيرة وبيهجموا على مؤسسة أمبريلا، بس زلابطة والناس اللي معاه الجنود اللي هناك بيفضلوا يضربوا عليهم نار وبتاع. وبعد كده بنشوف أليس وإيفا اللي معاها وهم داخلين عالم جديد، وأليس بتبقى مستغربة، بس إيفا بتقول لها ده 3 دي كل ده ما تحطيش في بالك لأن كل ده وهم. وبعد كده أليس بتلاحظ حركة في بيت معين وبتروح على هناك، ولما بتدخل بتلاقي نفسها مقتولة، فإيفا بتقول لها إن هي معمول منها نسخ كتير وكل نسخة ليها الحياة الخاصة بيها فاهم. وبعد كده زومبي بيظهر لهم وأليس بتقتله، وبعدها بتلاقي بنت بتجري عليها وبتقول لها ماما أنا سمعت الكلام وكنت مستخبية جوه زي ما أنت قلتي، أنت تأخرتي عليا قوي، فأليس جالها إيرور فاهم. وبعد كده صاحبتها بتدخل عليها وبتقول لها بقول لك لا فوقيلها كده عشان اصلا كل اللي احنا عايشين في ده مش حقيقي تمام، فأليس بتقول لها خليكي في حالك. وبعد كده بيمشوا من البيت، وهم طالعين بيلاقوا الامن اللي كانوا معاهم في الجزء الاول خالص مستنيهم بره، وبعدها بيفضلوا يضربوا على بعض نار وبتاع، وإيفا بتديها نضاره بتقول لها النضاره دي هتساعدك ان انت تخلعي من المكان دوت، وفعلا بتاخد منها النضاره وبتنجح ان هي تهرب ببنتها، بس وهي ماشيه بتاخد بالها ان هي اتصابت في جنبها. وفي نفس الوقت عند الشركه بيكون زلابطه واللي معاه لسه عمالين يعفروا مع الزومبي اللي بيضربوهم بالاسلحه التقيله، بس بيكون مات من الفريق بتاعه كام واحد. وبعد
بعد كده أليس وبنتها بيكونوا ماشيين وبيقابلوا رايان برضو اللي كانت معاهم في الاول خالص، هي كانت من شويه سكيورتي دلوقتي مش مهم مش فاهم حاجه انا بس ماشي. فبتعلمها ازاي تمسك السلاح وبتاعه وبتقول لها خلي بالك من البت ديت وهسالك عليها، وبتسيبهم وبتمشي. وفي نفس الوقت الناحيه الثانيه بيكون زلابطه اللي معاه لقوا طريق ان هم يخلعوا منه، بس وهم ماشيين الوحش بياخد واحد منهم فبيفتحوا عليه النار وبتاعه بيحاولوا يقتلوه بس بيفشلوا. بس مره واحده بنلاقي عربيه داخله بتدي امريكاني وبتطير الوحش بعيد، وبتكون أليس هي اللي سايقاها. فبتاخد زلابطة واللي معاه وبيجروا، بس الزومبي بيكونوا بيجروا وراها بالعربيات. واحد من الزومبي بيحاول يصطادهم بالاربيجي بس أليس بتخلع بالصياعه وبتقتل على قد ما بتقدر منهم وبتخلع بالعربيه. وبعدها بشويه بنلاقي الوحش ظهر لهم تاني وأليس بتهرب منه وبتخش بالعربيه محطه المترو وبيكون هو مات. وبعد كده بترجع لراين وبنتها وهي مع بقى زلابطة والبفه بتاعته، وبيقعدوا يتكلموا بيقولوا ان هم اتحبسوا هنا جدعان بقى ولا ايه. فواحد بيقول لهم ان في الراجل اللي معاهم اللي مات هو اللي كان معاه الخريطه وهو مش عارف بقى الدنيا ماشيه ازاي. فأليس بتقول لهم انتوا ناس قديمه قوي ليه كده، انا معايا النضاره السحريه بتاعتي هتعرفنا احنا هنطلع منين دلوقتي. وبتلبس النضاره وبتقدر ان هي تحدد المكان اللي هيروحوا له. ولما بيوصلوا للمكان اللي أليس حددته في النضاره، الملكه الحمراء هناك بتشوفهم وبتفعل نظام الخطر البيولوجي. وبعدها وهم في الاسانسير بيقف بيهم وبيبقوا مش عارفين الاسانسير وقف ليه، وبعدها بينزلوا عشان يعرفوا العطل منين، والوحش بيبدا ان هو يهجم عليهم والوحش بياخد بنت أليس وبيختفي. وبعدها أليس وزلابطه بيقعدوا يتكلموا مع بعض عشان يشوفوا هيرجعوا البنت ازاي. واحد من رجال الحراسه بيديله رصاصه في كتفه وبيقول لها روحي انت دوري على بنتك واحنا هنتعامل مع الحراس دول. وبعد كده أليس بتمشي عشان تروح تدور على بنتها، وفي السكه بتشوف شنطه بنتها فبتعرف ان هي قريبه من المكان اللي هي فيه. وبعد كده بتروح على مكان وبتلاقي المكان دوت البيت اللي بيحط فيه الوحش البيت بتاعه، وبتاخد بالها ان بنتها في بيضه من البيض اللي هو حاطه جوه. فبيبدا الوحش ان هو يظهر وبيبدا يهجم على أليس، بس أليس في الاخر بتقتله وفي الاخر بتطلع تفك بنتها وبتنزلها. وبعد كده بنشوف حراس امبريلا ماسكين ايده رهينه وبيقتلوا واحد من رجاله زلابطه وبيفضلوا محتفظين بايده كرهينه معاهم. وبعد كده أليس وبنتها بيوصلوا المكان في منهم نسخ كتير ليهم، وبنتها بتكون مستغربه جدا من اللي شايفاه. وفي نفس الوقت وهما الاثنين جوه وحش بيهجم عليهم، ولما الوحش بيهجم عليهم أليس بتفجر بيه المكان وبتهرب. وبعد كده بنشوف زلابطه واللي معاهم هما بيضربوا نار على الحراس بتوع شركه امبريلا، ومره واحده المكان بينفجر وفي ميه كتير بتنتشر في المكان، بس زلابطه والناس اللي معاه بيخلعوا. وفي نفس الوقت أليس وبنتها بيكونوا وصلوا، وبعدها بنشوفهم هما ماشيين بره على الجليد، ومره واحده بتظهر غواصه وبتقطع عليهم الطريق. وبنشوف الست اللي شفناها في اول الفيلم خالص اللي كانت بتستجوب أليس بعد ما فاقت لما كان مغمى عليها، وبتبقى ايده الرهينه معاهم. وراين النسخه الشريره بتحقن نفسها حقنه كده، بتبقى الست الحديديه في نفسها كده فاهم، مفيش حاجه بتاثر فيها. وأليس بتطلع السلاح وبتدور العركه، وبعد كده أليس والست ديت بيمسكوا في بعض وبيفضلوا يضربوا في بعض، بس الست بتدغدغ أليس الصراحه لحد ما الست خلاص بتمسك أليس وعلى اخر لحظه هتموتها. فأليس بتشيل الجهاز اللي على صدرها، فالست تحس ان هي كانت في غيبوبه وفاقت كده. وراين اللي اتحولت الناحيه الثانيه ديت بتكون دغدغه الجميع اللي حواليها اصلا، لحد ما في الاخر الست بتاعت امبريلا بترمي السلاح لأليس، وأليس بتعمل كره ثلج تحتيها، والبت ديت اللي اسمها راين بتقع في المايه تحت. فالزومبي بياخدها بقى ويقول لها انت مكانك جنب فان ديزل مش هنا، وشويه وطيارات المساعده بتجيلهم وبيخلعوا معاهم. وبعد كده بيروح على المقر وأليس بتقابل القائد، فالقائد بيديها حقنه للفيروس ثاني بيقول لها انت ما ينفع، بصي انت ما ينفعش، انت اساسيه في الموضوع ده ولازم دمك يبقى فيه فيروس فخلصونه. تقول له ليه كده يا عم بس تدمع كده ليه؟ بيقول لها عشان احنا اخر سلاله هنا في البشريه، واحنا هنا اجمل ناس على يوتيوب، فانت لازم تعملي لايك سبسكرايب فعلي زر البوس، انت لازم تعمل كل حاجه، انت لازم تعمل كل حاجه. بص كات. الفيديو ده على ورقه وقلم احمد فارس وحنجره احمد فارس بتاع سيكولوجي بالعربي، انا اهو، ونشوفكم في فيديو جديد. سلام.